السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ تنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم باحسن ما يرام يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه جد سهله في متناول الجميع. عندي في التحليه عندي ان سطر ديال الحليب، عندي هنا جوج تفاحات، واحده غنديرها غنزين بها وواحده غتكون في التحليه. عندي هنايا جوج معالق ديال الزبده، معلقه ديال السكر، شويه ديال القرفه. عندي هنايا جوج معالق ديال النشا، واحد الشاصي ديال الفلان بدون سكر، ولا كان بالسكر يعني تفاداو السكر. انا عندي بدون سكر. غندير هنا ثلاثه الملاعق ديال السكر. هنا اول حاجه غنبداو بها هي غنقشر التفاح، وغنوريكم الطريقه اللي غنبدا بها. نشد التفاح ونقطع هنا في الكاس الخلاط الكهربائي، صافي. بعد ما طحنا الخليط غنديرو هنايا في الصفاية. أنا ديك درتو في الكاسرونة، غنصفيو بالصفاية. صافي، بعد ما صفينا بالصفاية غندير فيه هنايا السكر، وغندير هنايا الفلان نحرك، وغندير هنا المايزينا. صافي، دابا نحطهم فوق البوطه ونخليوه على عافيه مهيله تيعقدنا الخليط. عاد باش غنحيدهم فوق البوطه ونصبو في زليفات. وصافي، بعد ما دابا الخليط اهو تجمع لينا، غنخوي هنايا في زليف او كؤوس، يعني اللي عندكم واجدين. انا هاد الزليف عندي شويه كبار، يعني غادي يخرجوا لي ربعه. وهنا بعد ما قشرت التفاحه هي درت لها قطع صغيره يعني مربعات، نشد الزبده نديرها هنا في المقله، وغندير هذه التفاحه اللي قطعت، نمر عليها السكر، نمر عليها شويه القرفه. ودابا بعد ما بردنا التحليه وبردنا التفاح، دابا غنجيو تزين. وهنا غندير شويه الكركاع، يعني الا كان متوفر انا عندي تيجي زوين.
وهذا هو الشكل ديالو النهائي. صراحة تيجي رائع شكلا ومذاقا، تنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا. ودابا غندوز معاكم غنوريكم الطريقة ديال تزيين الكلاص بالفواكه. عندنا هنايا كلاص ديال الفريز، انا شريته جاهز. هنا هذا ديال المونك وهذا ديال الفاني بالكراميل. وفي الفواكه عندي هنا البنان قطع شرائح رقيقة، وعندي هنايا كيوي، وعندي هنايا الفريز صلصة ديال الفريز، وهذو الشوكولاتة باش نزين هادو باش نزينو بهم على حسب المستطاع اللي عندك. هما نبينهم ليكم. وعندي هنايا لاكريم شونتي، طلعتها صوبتها انايا راسي وطلعت درت فيها السكر شويه قليل. اول حاجه غنبداو بها هي الكؤوس، غنستفو فيها الديسير. هنا البنان، هنا غنشدو عندنا هاد العاشق ديال البلاص. نحطو هنا البولات، نزينو بلاكريم، نديرو هنايا الشوكولات أو أي حاجة يعني تفضلوها. وهذه روح الفريز، يجي على هاد الشكل. وهذا هو الشكل ديالو النهائي، سنتمنى يعجبكم. يعني في مجموعه ديال
ديسير فيه كل شيء، منعش بزاف. صراحة لذيذ وبنين وتيبرد على القلب. الا كنتو معرقين حريرة راه غادي يبرد عليكم. بالصحة والراحة، الى فيديو قادم ان شاء الله.